مع عائلة أدمز فاميلي العائلة الأساسية لهذه السلسلة تتكون من هذه الأم مورتيسا أدمز هذه الأم السوداوية هذه الأم التي تحب تحب كل ما هو كآبة وهذا الأب الأب غوميز الذي تربطه بالأم وبأبنائه تربطه علاقة ربما تكون سامة في ظاهرها ولكنها علاقة حب وود يتبادلان مشاعر الحب فقط الكلمات المستعملة هي كلمات شريره ربما او كلمات ليست خيره على العموم